FM. الكلمة ليك. الغزوة الإسبانية متاع شارلو كان سنة 1534-35 اللي كانت كاسحة واللي دمرت مدينة تونس وخلقت مدينة تونس بالفعل، ثم عادت شيئا فشيئا تعافات، لكن تجدد الاحتلال بفضل الخلافات بين الأمراء الحفصيين اللي الخوي بيعخوه وينادي للأسبان يسخيل باش يجي ويعاونوه، معناها لله في سبيل الله، كانوا ثم قطوس يصطاد ربي. سنة 1573 عودة الحملة الإسبانية من جديد، مازالوا الإسبان ما انتقموش من الاحتلال العربي الإسلامي لإسبانيا اللي حول إسبانيا إلى دولة عربية إسلامية. الإسبان اعتنقوا الديانة، راهي 8 قرون مش شوية، راهي أثرت أيما تأثير على التكوين الإنسانية والثقافية والحضارية متاع إسبانيا، ولو نزلت القوات الإسبانية من جديد وعلى رأسها دون جوان دوتريش من ألعن القادة الإسبانيين الموجودين، يكفر بريحة الإسلام والمسلمين، ودخل إلى المهدية مثلا فدمرها تدميرا. شفت الصبرة وشتيلة عمل فيها اللي ما يتعملش، كل نوع من لون من ألوان الحياة، بشر حيوانات كلهم قتلوا تقتيلا وأضرم فيها النار، ما ثم حتى شيء قعد حي في المدينة العظيمة اللي بناها عبيد الله المهدي في القرن العاشر منذ 1000 عام يعني. وصار فهبت القبائل التونسية ومعها الحلفاء وكذا، وأبلغ السلطان العثماني سليم ابن سليمان القانوني، أبلغوه بأن الإسلام في خطر وأنه يحتضر، وأن دور الخليفة العثماني هو إنقاذ المسلمين في تونس. فأعطى الأوامر وتحرك الأسطول الملكي العثماني وعلى رأسه أميرال قابودان البحر الكبير سينان باشا سنة 1574، ووصل فضرب الإسبان في كراكة حلق الواد، وكانت ثكنة عسكرية هامة جدا، وضربهم في الباستيون في العاصمة. الباستيون هذا شفتوا الكنيسية متاع تونس، لكاتدرال سان فانسون اللي في شارع بورقيبة قدام السهرة الفرنسوية، هذيك كانت الباستيون، يعني حصن منيع بالمدافع لا يعني يلجأ فيه العساكر الإسبان لضرب مدينة تونس إذا طارت إذا تحرك. فسينان باشا قاد معركة طويلة مذنية باش بناو نوع من الجبل من التراب هكا باش طلعوا حتى الباستيون ودمروا الحامية الإسبانية ودمروا ذلك الحصن، وقامت الدولة العثمانية في تونس وأصبحت تونس ولاية عثمانية تابعة للخلافة. رحل سينان باشا وترك 4000 أنكشاري، كتميل جانيسير، أنكشاري من عساكر المسلمين، مش معناها الأتراك، من قبائل من شعوب الشيشان ومن اليونان ومن قبرص ومن هذول يعني اللي كانوا ينتدبوهم في الجيش العثماني. خلى منهم 4000، عملوا ديوان الجند، هم اللي يحكموا، ديوان الجند يعين داي، الداي هو القائد العسكري يعين داي، هذا من 1574 إلى حد قيام الدولة المرادية بعد تناحر متواصل بين الجنود هذوما الترك، وقيام رمضان بي وخاصة يوسف داي اللي أسس الدولة المرادية معناها بالفعل، وانتدب لوراثته مواطنا من كورسيكا، أصبح مراد كورسو ملكا في السلالة المرادية، ويتحدثون باللغة الكورسيكية في القصر، في قصر الخصبة، ولمدة قرن كامل، حتى لأن الكورس في بعض الأحيان يقولوا نابليون هو أول ملك كورسي، يقول لهم لا صلحوا معلوماتكم، أول ملك هو مراد كورسو، هذا جاكومو بنفينوتي، اسمه معروف، معناها اللي هو من بونيفاتشو واللي القراصنة التونسيين خطفوه، ويوسف داي يعني تبناه وأسلم على يديه وكذا. وبعد ما كان في بورتو فارينا في غير الملح، معناها هي العاصمة متاع القرصنة متاعنا اللي درت الأموال على 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 المملكة التونسية، يعني أصبح هو مؤسس الدولة المرادية التي دامت يعني مع حمودة باشا المرادي، نعرفه كالجامع الجميل، جامع العشاق يسميه، جامع الزواج في تونس اللي بحث جامع الزيتونة النيق بالرخام الإيطالي وكذا، هذاك حمودة باشا من أكبر الملوك المراديين، وانتهت طبعا
بمراد الثالث المجرم السفاح الذي مثله علي بن عياد الله يرحمه في نص جميل لحبيب العراس وديكور لزبير التركي، كانت من أجمل المسرحيات، حول هذا الكاليجولا، هذا الإنسان اللي كان عنده بالة، كان عنده خنجر، يقوم الصباح يقول البالة جاعت، ينقز على شيخ، على شيخ سلام، على رئيس الجيش، أي واحد يذبح قدامه هكا. كان إنسان مجنون مجنون، لكن وقع إنهاء جنونه على يد إبراهيم الشريف في واد الزرقاء في ثنية باجة، هكا ولا في ثنية باجة، نقز عليه في كروسته واغتاله هكاك حتى يسول الجو، فورثه إبراهيم الشريف، لكن لم يعمر طويلا، حطوه في شكارة وغرقوه في البحر من, من, من بين حيال الحكم وقتها، وقام في مكانه ولد قبطان من قريطة، قريتلي، من كريت، من الكريت، يقولوا قريقي، اللي هو علي تركي، اللي كان في قسمة الكاف، كان عسكري في قسمة الكاف، وعرس مع بنت بن عمار، وجاب سي حسين بن علي المؤسس متاع الدولة الحسينية الشهيرة التي تواصلت من 1705 إلى 1957، كنا آخر مملكة تركية في العالم. يعني الخلافة العثمانية سقطت، سقطها مصطفى كمال أتاتورك عام 24 في تركيا، قعدنا مع مصر، الدولة المصرية كانت مملكة تركية كذلك، مع فاروق قلعوه الضباط الأحرار، الجنرال نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر، وبقيت المملكة الحسينية التونسية اللي معادش ولت اسم بدون مسمى، لأن بعد انحطاطها وتقهقرها ودخول الاستعمار الفرنساوي عام 1881 ولت سوريا، معادش مملكة من جد، البيات يحكم في الكوجينة متاعه فقط، معادش عنده حتى سلطة، أي سرجان فرنساوي عنده سلطة أكبر من رئيس الدولة السوري اللي كان موجود. وجات الحركة متاع الاستقلال، بالطبع الحركة الوطنية المعروفة، وقامت الدولة التونسية بعد استقلالها في 20 مارس 56، وفي 25 جويلية بعد أيام، يعني إعلان الجمهورية التونسية ونهاية العهد الكبير. هذا استعراض سريع منه في رمضان المعظم لأنوار الدولة الإسلامية بهناتها بعظمتها، خلتنا مفكرين كبار ذكرناهم، ابن عرفة وابن خلدون وابن شرف وابن الجزار وغيرهم من عمالقة الفكر والعلم في تونس، ومعالم حضارية كبيرة مثل جامع الزيتون المعمور وجامع عقبة بنافع وجامع المهدية الكبير والجوامع، ومدن جديدة مثل صفاقس اللي بنوها الأغالبة معناها في القرن التاسع، وغيرها من معالم الحضارة ومن معالم الحضارة العربية الأندلسية. نزيد أنا دائما الأندلسية، وقت اللي الملوك الكاثوليك غلبوا في إسبانيا، يعني الجالية الإسلامية اللي هي إسبانية اعتنقت الإسلام، ما همش عرب ولا بربر، جات وهاجرت إلى المغرب، فعمرت المغرب وعمرت الجزائر وعمرت تونس، خاصة جابونا الحرير وجابوا الشاشية وجابوا المالوف والمشاحات الأندلسية وعدة أشياء اللي عاونت الاقتصاد التونسي باش يعلى من جديد وباش ترجع له يعني رونق الحضارة المتواصلة إن شاء الله بدون انقطاع. كابافان الكلمة ليك.